باب الحوائج أيضا في الكاظمية يسميه أبو طلبة، يعني ما يرد طلبك، تطلب منه يعطيك. العباس كذلك، باب الحسين أبو فاضل. لكن عندك باب الحوائج آخر بمسجد الكوفة، بجامع الكوفة، تعرفه ولا ما تعرفه؟ كان مهضوم 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 كثير، لأنه كل عائلته قتلت. مسلم ابن عقيل ما بقى أحد عنده أبدا. أجل الكوفة وبايعه الناس، وقسم من الناس والله ما خانوا حبيبي، لا لا تتصور، لإنما هي الطريقة المخابراتية عند بني أمية ماذا صنعت، لأن ابن زياد قطع الكوفة إلى 7 مقاطع، وكل مقطع وضع عليه مختار، وأمر المختار قال له إذا مسلم ابن عقيل ظهر عندك أو واحد ظهر ينصر مسلم أنت تعدم في وسط الساحة العامة في الكوفة. هكذا كان الأمر. لذلك الصلاة انفرطت منه، يصلون خلفه، انفرطت الصلاة. ومسلم عجيب في أمره، مسلم في دار هاني ابن عروة لما دخل شريك هذا البصراوي وهو من زعماء الشيعة، فجاء ابن زياد لزيارته، قال لمسلم قال له أنت ادخل الآن في المخدع هنا، إذا جاء ابن زياد اضربه من خلفه بالسيف. وجلس ابن زياد وشريك كان يصيح ما الانتظار بسلمى لا تحيوها، حيوا سليمة وحيوا من يحييها. ابن زياد حس قلبه طلع. بعد ذلك هاني سأل مسلم قال لما ما خرجت، ليش ما طلعت يا مسلم، كنت تقتل عدو الله تخلصنا منه. قال سمعت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول الإيمان قيد الفتك. ذول أهل البيت بني هاشم هنا ما يجي من خلفه يضربه، ما عندهم الأسلوب هذا أبدا. الناس يضربوهم، أمير المؤمنين من خلفه ضربوه، حمزة بن عبد المطلب من خلفه ضربوه في خاصرته بحربه، لكن أهل البيت ما يصنعون هذا الصنيع. قال الإيمان قيد الفتك ولا يفتك مؤمن. هذا مسلم، مسلم العظيم، لكنك لما تأتي تجد أن مسلم حجة لله عظيمة أدت إلى ترسيخ حجة الإمام الحسين سلام الله عليه، لأن الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه يوم عاشوراء قال لبني أمية ويحكم أتطلبوني بقتيل منكم قتلته. هاي الكلمة كان المفروض الإمام الحسين يقولها، لو كان مسلم قتل ابن زياد ما كان يستطيع الحسين يقول أتطلبوني بقتيل منكم قتلته. فأعرف عظمة مسلم، مستعد هنا يقف بأبي وأمي وما يقتل ابن زياد في سبيل يحفظ حجة الحسين وقوة خطاب الحسين. وإلا لو قتل ابن زياد في 1000 ابن زياد غيره ثاني يوم يجيبوه بنفس الساعة، لكن لو مسلم قتل ابن زياد ما يستطيع الحسين روحي له الفداء يقول ويحكم أتطلبوني بقتيل منكم قتلته. شوف المسألة هذه أحبت، وإذا يلتفت مسلم يشوف ما في أحد، طلع ترك الفرس، حتى الفرس ترك، خرج بالكوفة ما عنده أحد يدل على الطريق، الكوفة كلها أغلقت بوجهه، فطالع وين يروح. أنت شايف ذاك اليوم دعيت لك واليوم أدعو لك، أقول الله لا يحيرك حبيبي، إن شاء الله ما تتحيرون بحياتكم كلها. شوف المسألة كيف تحير مسلم، وين يروح؟ شاف باب مفتوحة وأمرأة جالسة اسمها طوعة، وقف سلم عليها، ردت عليه السلام، قالت ما عندك يا عبد الله؟ قال أنا عطشان. دخلت جابت له ماء، أعطت الماء، شرب من الماء، بقى واقف وين يروح. رجعت الإناء، خرجت، لاحظت بنت صغيرة عندها تبكي، سحبتها لداخل الدار. ويلك لماذا تبكين، هذا الرجال تجرى عليك بكلمة؟ قالت لا يا أمه، سمعته يقول وعشيرته. هذا عزيز، عزيز وغالي، ها سمعت يقول هذه الكلمة. فقالت له يا عبد الله ألم تشرب الماء؟ قال بلى. قالت إذن لا يحل لك الوقوف على باب داري، صارت حلال وحرام. قال أمة الله ليس لي بهذا المصري أهل ولا عشيرة.
هل لك بمعروف هالليلة أكون عندك هنا وإذا أصبح اتفضل على الرحب والسعة من أنت؟ قال أنا مسلم بن عقيل انقطع به الدرب ذيك المسيرة وصل بيت ونده راع الحمية يا هل هالبيت ما عدكم أمية ترى من العطش قلب انفطر نصين اجت ليه العفيفة وسقت الماي وقالت قوم شنه قعدتك هاي لا تقعد يا عقل وماي عينا يروح الهلك قلت يا هلك وين دخل عندها تلك الليلة متهجدا قدمت له الطعام ما أكل ما شرب إلى الصباح لما هجموا عليه اقتحموا عليه الدار وإذا بها تنادي صاحت يا مسلم يا عظمها خجلتي فيك اشبيدي وأنا حرمة وضعيفة ما أقدر أحميك لو يتركونك جنتفت قلبي وداويك إن كان سلمت من كيدهم سلم على حسين قالها يا طاع اليوم ما تحصل سلامة أصيج كان بهالبلد طبت يتامى قولي لهم مسلم يبلغكم سلامة